ايه واخيرا طبعا اني اليوم راح اروح البيت جدو. ايه راح اروح للبيت مال جدي، طبعا جدي كلش اني احبه. والله احبه كلش كلش، وراح تشوفون شلون جدي كلش يضحك وكلش خرافي. يلا قبل لا اروح جدي لازم اقول للماما انه اني راح اروح اغادر البيت. يلا يلا شباب بنات خلي اروح الماما. طبعا هذا البيت مالنا احنا، ايش رايكم بالبيت شباب بنات؟ بصراحه بيت حلو يعني مال بسطه. يلا مو مشكله. ماما ها ابني شنو؟ ماما انا راح اروح البيت جدو، اليوم قال لي اريدك تجي معاي تساعدني. اوه والله كلش حلو، بس ايش عندكم رايحين؟ ها ماما يعني سمعت انه يقولون جدو اشترى له سياره ما ادري شنو، واني اريد اروح اساعده. يعني ماما انا اريد اروح يم جدو، الله عليك تخليني اروح. اوه خلاص راح اخليك تروح، بس لازم ترجع بسرعه. اوكي اوكي ماما، يلا مو مشكلة. يلا ماما ان شاء الله ارجع بس اخلص من جدو. يلا باي. يلا الله وياك. اوكي شوفوا ماما شلون حبابة خلتني اروح. اوكي شباب بنات يلا هسه اني خلي اروح. اوه نسيت شغلة، في البيت مال جدي بعيد كلش، يعني كلش كلش بعيد، واني لازم اركب هذا القطار. اوف يا ربي، يعني هسه شلون اني اصعد بهذا القطار؟ لحظة ما عندي فلوس. اي والله شباب بنات يلا مو مشكلة نجرب حظنا شباب بنات. السلام عليكم، شلونك عمو؟ اهلا اهلا، هلا والله بوقع، حياك الله. واو صار لك اكثر من شهرين ما جاي هنا القطار مالي. شوف 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 القطار شلون خرافي، شوف شوف العربة الخرافية هاي، العربة توصلك للمدينة الثانية اللي بيها جدك تعرفه؟ ها اكيد اكيد اني اريد اروح اليوم مع جدي، وجيت اريد اصعد بالقطار مالك الخرافي هذا، واريد اروح البيت جدي اللي صاير بالمزرعه بعيد. اوه خلاص 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 انت اجيت بالوقت المناسب. شو تريد تجرب العربه ام سعر 5 دايموند؟ لو تريد تجرب العربه الثانيه اللي سعر 10 دايموند. 5 و10؟ بس صديقي جويسي ماني ما معاي فلوس. والله شنو ما معاك فلوس؟ انت تعرف هذا المحطه مال القطار بفلوس، ماكو شيء مجانا، افتهمت؟ روح قل لامك تعطيك دايموند وتعال حتى خليك تجرب العربه، يلا بسرعه. اوكي اوكي. اوف يا ربي شلون ورطاي، يريدني اجيب فلوس، انا من وين اجيب له فلوس؟ اوف يا ربي يا شباب ويا بنات. يلا مو مشكله خلي اروح الماما وان شاء الله تعطيني دايموند، حتى لو 5 دايموند. يلا مو مشكله شباب بنات اروح الماما احسن لي. اوف يا ربي شلون ورطه هاي؟ هذا اوجا قال لي راح اجي لك يا جدو بعد شوي وما اجي، شنو من ورطه هاي شباب بنات؟ اوف استغفر الله شباب بنات، يعني هسه انا منو اللي راح يساعدني بهاي المزارع؟ والله ما اعرف شباب بنات، اوف لازم ازرعهن كلهن. يلا مو مشكله خلي اسوي المزرعه وان شاء الله بس يجي اوجا اخذ اشوف القطار الخرافي مالتي. اي اني وعدته قلت له اوجا اذا راح تجي راح اشوفك السياره الجديده اللي اشتريتها وايضا اشوفك القطار الخرافي. طبعا اني اشتريت لي قطار كلش كلش حلو يشبه الدايموند. اي بس هسه شباب بنات تعرفون شنو؟ اوكي خلي نجيب هذا السيد كله والجزر نروح شو نسوي؟ اوكي نروح نزرع. يعني الزراعه كلش حلوه شباب بنات، خلي اقول لكم معلومات مهمه انه كل النباتات اللي تشوفونها لازم تنزرع، يعني مو كلها يمكن اكو نباتات ما تنزرع، والله ما ادري. اوكي يعني الجزر ينزرع، البوتيتا تنزرع، الخيار، الطماطم، البصل، يعني كثير، حتى الباذنجان، ويعني كثير شغلات، حتى الفواكه تنزرع. ايه المهم نزرع اسمه هذا الجزر. اوكي الجزر شو اسمه بالانجليزي؟ اسمه كرا جا 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 جا. ما اعرف اللي يكتب بتعليق اكتبوا لي بالتعليقات. اوكي اوكي كملنا هاي المزرعه الاولى. اوه ذاكني مو مالاتي ذاك، بس هذني اني مالاتي. يلا مو مشكله شباب بنات. والله اني كلش متحمس. اوكي 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 يلا يلا مو مشكله اني كملت هذا كله الحمد لله والشكر. واو كملته كله واو. اوكي هاي المزرعه الي لو مو الي؟ خلي اسويها. اوكي يلا 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 مو مشكله. هي وخر هاي مزرعتي. انا اسف اسف عمو اسف اسف انا كلش اسف. شوف اذا شفتك مره ثانيه بهذا المكان والله العظيم ثم والله ثم والله الا اخرب مزرعتك هاي الفاشله. ها يزرع جزر وما ادري شنو. ها
يعني شنو تقصد؟ أنا ما أعرف أزرع ومزرعتي فاشلة. احترم نفسك، احترم نفسك يا غبي. أنت احترم نفسك، افتهمت؟ لا تطقني، إذا تعيدها وتضربني مرة ثانية والله العظيم أخرب مزرعتك الفاشلة. خلاص، إذا أنا مزرعتي فاشلة أنت مزرعتك أفشل من مالتي، كل شي ما تعرف تزرع. ما أعرف أزرع أني؟ شوف شنو سويت، أني دكتور بروفيسور البعرور. شوف شوف، هاي هنا يزرعون شجر، بس أني هنا زرعت جولدن أبل، ما أدري يسمونه هذا الجولد الذهب الخرافي. بس مستحيل الجولد ينزرع والله العظيم، بس النباتات تنزرع، أنت منو خدعك؟ قلت لك شوف أنت هسه، شوف شوف هاي الشجرة الخرافية مال الذهب، أني زرعتها خليت حبة واحدة وصارت هيك كبرت. شوف شوف شوف. أوه والله خاد عينك، يلا يلا انقلع، والله مضحوك عليك. هي والله العظيم ولا حبة تفطر له، يزرع الدايموند مدري شنو هذا. يلا مو مشكلة، خلي ارجع للبيت مالي وانتظر اوقل حد ما يجي يا شباب ويا بنات. اوكي لا نسيت شغلة كلش 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 مهمة يا شباب ويا بنات، اهم شي نسويها اليوم همزي ما خربت المزرعة، نسيت انه ازرع هاي المنطقة. اوكي يلا مو مشكلة، الجزر طبعا كلش مفيد للصحة ويقولون الجزر يقوي النظر. اوكي يلا مو مشكلة، كملنا هاي المزرعة. يلا هسه خلي اروح انتظر اوجل حد ما يجي لي ونشوف شنو اللي راح يصير. طبعا ان شاء الله هذا الشارع راح نعدله بعدين ونخلي كله هيك، يعني شغلات كلش خرافية. اوكي خلي نرجعها شباب بنات، وراح اغير ملابسي واحلق اللحيه مالتي واصبغ شعري واغير الملابس يعني السكن مالتي، وانتظر اوجا لحد ما يجي لي، انا صار لي فتره ما شايفه. يلا انتظر اوجا لحد ما يجي لي. ماما فتحي لي الباب، الله عليك. ها ابني يدخل الباب مفتوح. اوكي يلا ماما الله عليك ماما، اريد 5 دايموند. ها وش لك بين هاي 5 دايموند؟ قول شو لك بين. ماما أني جدي صاير بالمدينة الثانية وكلش بعيد، إذا أروح مشي والله حتى احتمال 3 ساعات وما أوصل، بس أني أريدك هسه تعطيني 5 دايموند لأن أنتي أمي وأني أحبيت وأنتي تحبيني، حتى إن شاء الله أقدر أجرب القطار الخرافي مال الدايموند أو مال الأغنياء، قطار الأغنياء وأروح للمدينة الثانية. بس ابني أنت تعرف إنه إحنا فقراء حاليا وما معانا كثير فلوس. ماما والله العظيم إذا أعطيتيني 5 دايموند إن شاء الله راح أشتغل وأجمع أكثر من عدن الأسبوع الجاي والله العظيم. طيب ابني أوجا، أنا راح أعطيك 5 دايموند بس بشرط. بشرط؟ ماما أنا مستعد أسوي كل الشروط اللي تردينين، يعني ما تذكرين من قلتي لي أريدك تقتل التنين شلون قتلته؟ قصدك هربت من التنين؟ نفس الشي ماما. أوكي ماما يلا شنو الشرط مالك؟ أوكي ابني أوجا، الشرط مالي إذا تريدني أعطيك الدايموند هسه لازم أنت وكل المتابعين تضغطوا لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات. واو شباب بنات سمعتوا؟ ماما صارت تتحداكم، يعني مو أنا اللي أتحداكم، لا ماما صارت تسوي تحديات ضدكم وتريدكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات. ويلا شباب بنات كتبوا بالتعليقات تم حتى أكتب أسماءكم بغرفة المشتركين. أوكي ابني أوجا مبروك إلك، نجحت بهذا الاختبار، يلا أخذ الدايموند موجود خلفي بالصندوق. شكرا ماما، شكرا. واو 5 دايموند، واو شكرا ماما. خلاص يلا مع السلامة. واو حصلت 5 دايموند شباب بنات، راح اجرب القطار هذا حلم حياتي اجربه. اوكي يلا خليني اروح اجربه. تعال ابني اوك ارجع. ماما شنو صاير؟ اني دخلت لقناتك وشفت ما بيها لايكات وما بيها مشاهدات وما حد يشترك بالقناة، ليش؟ ماما تردين الصدق، انا جاي انزل مقاطع حلوة واتعب عليها بس المتابعين انا احبهم بس هم ما يحبوني، ما يضغطوا لي لايك ولا يشتركون بالقناة، انا زعلان من عندهم بصراحة. اوكي لا تزعل هاي انطيهم اخر محاولة وان شاء الله يضغطوا اللايك. اوكي شباب بنات شوفوا، أني راح أسامحكم الخاطر ماما، وأني هم أحبكم، وأريدكم هسه تضغطوا اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات. أوكي ماما، يلا مو مشكلة حبيبي، يلا هسه روح لجدك. صحيح خليني أروح لجدي، يلا باي. باي. أوكي. طبعًا ماما بصراحة كلش حبابة. أوكي يلا شباب بنات.
اني خلي اروح هسه وين؟ اني راح اروح هسه هنا للقطار. هلا ها وين الدايموند؟ دايموند 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 ما عندي دايموند. لا ما يصير تجربها بلاش، اني سمعت انه امك انطتك 5 دايموند مقابل لايك واشتراك يا ورع. اي صحيح انطتني ماما 5 حبات دايموند مقابل لايك واشتراك. يلا اعطيني الدايموند خليه اخليك تجرب العرب الخرافية. اوكي اعطيك الدايموند. لحظة شباب بنات شوفوا، خلينا نعطيه الدايموند. يلا هاي هاي وحدة. هاي وحدة، وين الثانية؟ هاي الثانية. اوه صار عندي 2 دايموند، بعد وحدة. وهاي الثالثة. لا 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 بعد 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 اريد 2 حتى يصيرن 5. هاي صارن 4. كافي والله غالي. لا بعد وحدة أخيرة. اوكي هاي اعطيتك اياها. اوه 5 دايموند. واو خلاص بهاي المناسبة ما دام انت اول زبون يجي لي بهذا اليوم راح اسوي لك تخفيض، سعر ال10 دايموند راح احسبها لك ب5. اوكي يعني اني راح اجرب هاي ام ال5 دايموند ما اجربها، راح اجرب ام ال10. شوف هاي كلها احمر، هاي بيها اسود مدري شنو. شوف شباب بنات هاي مكسرة من هاي الفاشلة، اما هاي الدايموند كلها خرافية. ايه راح اخليك تجربها، اضغط على الزر اللي خلفك. اوكي يلا خليني اجرب. يا واحد من عندهم اختار اللي عجبك. اوكي يلا حادي بعدي كرومبي زبادي قالت امي عد للعشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي نضغط على هذا. اوه طلعت لي هاي العربة الخرافية. يلا رحلة سعيدة وان شاء الله توصل لجدك، وان شاء الله من ترجع اقول لك كلام كلش مهم. اوكي يلا باي باي. واو شوفوا شلون خرافي. والله خرافي شباب بنات. اوكي هسه شوفوا انتم تشوفون يمشي سريع، بس من اسوي هيك يصير بطيء. تشوفون تشوفون شباب انا هسه مثلا هيك. واو والله خرافي. اوه الحمد لله والشكر وصلنا. اوه لا 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 ارجع. الحمد لله والشكر وقف. خلي اروح البيت جدي. اوه هذا هنا بيت جدي. جدو السلام عليكم. ادخل ابني ادخل. اهلا اهلا جدو شلونك؟ اوه والله تاخرت علي طبعا اني. شنو اللي متغير بي؟ انت صوتك صوت جدي بس شكلك ما يشبه، شنو السالفه؟ اوه اني جدك صبغت شعري وزينت لحيتي بس ولبست لي ملابس حلوه. اوه والله طالع كلش حلو. اتخبلها. اوكي جدو انت اتصلت علي شنو تريد من عندي؟ قل لي. اسمعني انت تعرف انه اكو قطار مال هذا الاغنياء اللي موجود هنا، انا قررت اسوي قطار احسن من عنده وعندي دايموند وراح نسوي القطار الخرافي. اوه يعني عندك دايموند جدو؟ من وين جبت الدايموند؟ اوه ما لك علاقة، افتح الصندوق اللي وراي بسرعة. اوكي جدو ما شاء الله عندك كثير دايموند. ايه عندي كثير دايموند، شوف الاستكات شوف. اتأكد ايه ما شاء الله عندك جزر ونباتات. ولك يا غبي مو هذا صندوق الوراي. هذا ايه هذا فتحه. واو يعني جدو هذا استكات الدايموند من وين جبتهن؟ مالك علاقة، اليوم احنا قررت اني وياك نسوي لنا عربة او سكة قطار او قطار الدايموند، اي او الزحليقة. اني موافق جدو والله العظيم موافق. يلا يلا خلي اجيب الاغراض. يلا جدو. اوكي شباب بنات تشوفون احنا شنو راح نسوي؟ والله راح تنصدمون. يلا يلا امشي وراي امشي. جدو وين نروح؟ بس قل لي وين. اسمع احنا راح نروح خارج المدينة، تعرف المكان اللي بيه بنايات. عرفت. امشي وراي جدو امشي امشي امشي. يلا انا جاي. اوكي خلي اسد الباب. اوكي تعال تعال وراي تعال تعال. اوكي من وين نروح؟ لا مو من هنا من هنا. اوكي مو لحظة شباب بنات وصلنا نتأكد من وين المخرج. ولك مو منا. انا اعرف جدو بس اصبر لي خليني نشوف وينه، يمكن من هنا شباب بنات مو. لحظة خليني نتأكد من وينه من وين يصير. اوه من هنا مو جدو. اي ذاك. والله لحظة شباب بنات خليني نشوف وين البناية وين راحت. والله اني متحمس. اوه الحمد لله والشكر وصلنا شباب بنات وصلنا. اوكي راح نسوي البناية هاي شنو؟ والله ما اعرف. يلا هنا نسوي التصميم. يعني نسوي تصميم عربة؟ ايه. اوكي 1 2 3 4 5 لحظة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. هسه شنو نسوي جدي؟ شوف توف توف بس باوع 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 10 نبنى 1 2 3 4 5 6 7 8
ثماني بس وخر جدو. يلا يلا أنا وخرت. جدو أنت تعبان خلياني أكمل البناء. تعال شوف شوف لا تراقبني وأنا أسوي تصميم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أوكي شباب بنات بهذا الشكل راح نكمل التصميم. والله تصميم أسطوري راح يصير. أوكي هسه راح تعرفون شنو اللي راح اسوي. شوفوا شباب بنات بس راقبوني وشوفوا. اوكي هسه لازم نخلي اول مره البلوكات مال الدايموند بهذا الشكل. هسه راح تعرفون ليش. هسه كثير ناس راح يستغربون يقولون شنو السبب. هسه راح تعرفون شباب بنات. ايه هسه تعرفون والله العظيم راح تنصدمون. اوكي اوكي تمام. هسه شنو النوب نسوي. شوفوا 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 شباب بنات. وحده اثنين اوكي اثنين ثلاثة. شوفوا شباب بنات لحظة لحظة لحظة. واحدة اثنين ثلاثة اوكي اربعة خمسة ستة واو سبعة اوكي ثمانية تسعة اوكي تسعة عشرة. هسه صارت تمام تشوفون. لا 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 بعد واحدة بعد واحدة شباب بنات بعد واحدة. اوكي هسه صارت مضبوطة. هسه نجي من هنا واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اوكي اوكي سبعة 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 شباب بنات. اوكي لحظة هسه كملناها هاي صارت سبعة. هسه شو نسوي النوب؟ لازم ننزل بيها من هنا. اوكي لا لا همزي ما متت. اوكي شباب بنات والله اني كلش كلش متحمس. اوكي اما اوكي اوكي جاي تمطر الدنيا. اوكي 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 شباب بنات يلا مو مشكلة اني اسف لين تأخرت عليكم بس ان شاء الله راح تشوفون التصميم راح يعجبكم لان اني اسوي تصاميم خرافية. اني اسوي تصاميم ما موجودة بالعالم كله. اوكي اوكي نكسر هاي ونكسر هسه هاي نخليها من هنا. واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. اوكي هسه هذا لازم احنا نكسره تمام شباب بنات. بس خلينا نكسر هذا. اوكي اوكي لحظة ندخل على اوبشنز ميوزك ووتر مدري ايش يسمونه هذا. اوكي لا والله بعده موجود. اي انقطع صوت الماي. اوكي شباب بنات يلا مو مشكله. هسه شنو احنا راح نسوي شباب بنات اني اقول لكم. اوكي اوكي طبعا والله العظيم اشتهي كباب كلش. اوكي مو مشكله. هاي نخليها واحده هنا وهاي واحده هنا تمام. نجيب هسه العربه. هاي لحظه 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 هاي نجيبها. اوه البرق ضرب هنا الحمد لله وشكر لغيت الصوت مالته. اوه مو هذا السلم لا. واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أوكي أوكي شباب بنات أوكي. لحظة هاي غلط. هاي غلط شباب بنات. لحظة نكسر هاي. أوكي هسه راح تشوفون راح تشوفون. أوكي أوكي يا رب تضبط يا رب تضبط شباب بنات إن شاء الله. أوكي أوكي ليش؟ واو عجيب والله العظيم عجيب عجيب. أوكي أوكي عرفت. اوكي بهذا الشكل. اوكي هسه صارت تمام. اوكي لحظه نكسر هسه هاي ونكسر هاي شباب بنات. اوكي اوكي بهذا الشكل. اوكي بهذا لا لا هاي غلط من هنا. هاي غلط. نكسر هاي العربه. لحظه نكسر هذني الاثنين. اوكي يعني من هنا لازم نعبرها. من هنا. اوكي اوكي شباب بنات تشوفون شلون بدت تصير. تشوفون شلون بدت تصير. اوكي هاي لازم نكسرها. لحظه 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 شباب بنات. اوكي هاي نكسرها من هنا هاي الفاشله لان هاي جاي تخرب علينا الشغل يا شباب ويا بنات. نكسر نكسر هسه هاي الورعه. نكسر هاي الورعه الفاشله. خلي اوف يا ربي شلون ورطه هاي. لحظه هاي لازم نكسرهم كلهم اذا هيك. اوكي 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 شباب بنات. اوكي اوكي ليش 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 شباب بنات اكو غلط اكو غلط جاي يصير اعتقد من هنا لازم. اوكي مو اي هيك. اوكي اوكي واخيرا والله العظيم ما استسلم لحد ما اكملها. اوكي 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 والله العظيم ما استسلم لحد ما اكمل هاي العربه الخرافيه. اي هذا شنو؟ اوكي 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 شباب بنات. اوكي بس لحظه لحظه تمام ننزل هيك. تمام اعتقد هسه كلش كلش حلو. اوكي نجيب هاي نخليها بهذا الشكل. اوكي واو خلصناها.
اوه خلصناها يا شباب ويا بنات. اوكي شوفوا 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 التصميم الخرافي هذا. تم هاي نكسر هاي هسه ونكسر هاي وهذا ان شاء الله بعدين اخليها تصعد. اوكي بعدين. اوكي 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 اعتقد يصعدني من هنا اذا كملناها. تمام تمام ان شاء الله تكمل ان شاء الله. اوه خلص عندي كثير من عندي عندي كثير. اوكي اوكي هسه كملناها. هسه شنو نجيب؟ نجيب العربة هاي نخليها مثلا خلينا نقول بهذا المكان. بس هسه شنو نسوي؟ نكسر هاي نجيب الاحمر. هذا الاحمر تشوفونه وحدة اثنين. اوه ما عندي ريدستون تورت. اوكي يلا مو مشكلة خلينا نجرب. ثلاثة اثنين واحد. ويه اوه بطيئة. شنو هاي؟ والله بطيئة وفاشلة. اوف يا ربي شلون ورطة هاي. طيب خلينا نجرب من هنا. اوكي اوكي يا رب يا رب. اوه الراد لها تعديلات شوية تعديلات. خلينا نشوف يا رب تشتغل. ويها والله خرافية تشتغل بس بها اخطاء. خلاص خلاص هسه جاي تمطر الدنيا لازم نتمرن. تعال خلينا نرجع للبيت وان شاء الله باكر نكملها. صحيح صحيح. اوكي ندخل على ميوزك هاي نرجعها. لا مو ميوزك ندخل على لوتر كانت 11 اعتقد. يلا يلا امشي. يلا يلا خلينا نروح للبيت هسه وان شاء الله باكر الصبح نكملها. اوكي 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 شباب بنات وصلنا لنهاية المقطع. شكرا على المشاهدة. لا تنسون هسه اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وتابعوا حسابي مال الانستغرام موجود بالوصف. وبس باي باي.